المطربة منى أسعد بالنسبة للساحة الفنية هي كانت بنت في أواخر في أوائل التسعينات وتشهرت بأغاني أم كلثوم والأغاني الوطنية والحفلات في الأقاليم ومن بعد غبت ودرت أغاني كثيرة غبت هذيك الفترة ولكن مني رجعت حاليا كنحاول وتيقولوا منى رجعت بقوة يعني أنا ما كنشوفش القوة كنشوف الاجتهاد لأن الاجتهاد هو 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 النجاح هو القوة فدرت في خلال سنة واحدة درت باكلا ثلاثة الأغاني لقاو نجاح بالنسبة للميدادة حنا وباردة باردة وحشومي وحاليا كنوجد فيديو كليب جديد إن شاء الله اللي هو غادي ينزل في مارس إن شاء الله هو طرحوا عليا بزاف ديال 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 الحاجات بالنسبة للتمثيل ولكن في الوقت سعد الكبير رقاقنا كنحيي من هذا المنبر تنقول له الله يشافيك كان جاب لي واحد لوغول دور باش نمثل كان في نفس الوقت عندي حفلات فما كتبش ولكن في المستقبل غادي يكون إن شاء الله ولكن ما غنكون ماشي ممثله يعني ما يمكنش يعني غنكون مطربه غير تجربه فقط بسيطه جدا كنتمنى ولكن ما كاينش حاليا في الحسبان ولكن الا تقترح عليا انا دابا جو بونس فيغ ديو مع الراب رابر يا اما امينوكس يا اما حليوه واخا الناس ومع والراي كنقلب على ان شونتور دو غاي باش ان شاء الله